سبحانه وتعالى فيها الحق ويظهر فيها وعد الله سبحانه وتعالى للخلق أجمعين، حق يظهر فيها ربنا سبحانه وتعالى كل ما هو حق في يوم، يبقى هي الساعة الحاقة التي تحق فيها الأمور، وبعدين يأتي الجزاء على الأعمال، وبعدين كررت الحق وما أدراك ما الحق، تفخيم شأنها، تعظيم لهول الحق، وهي الساعة اللي قلنا بتحق فيها الأمور. فهناك حق يجب أن احنا نفهمه، الدنيا مش لعب، لازم تعرف، ولا له ولا لعب ولا زينة ولا تفاخر، لا، في حق لازم احنا نفهمه وننقل الحق دوت لإيه، يا كل أب وكل أم للي وراءك، أولادك أو المرب للي وراءه. طب واللي كذبوا بالحق، كذبت ها ثمود وعاد بالقارعة، كان إيه تكذيب، ما ينفعهمش في شيء. القارعة اللي هي إيه، اللي هي الحق يوم القيامة، اسم تاني. ليه الحق قرعا، يحصل في الحق ديت يوم القيامة قرع، يعني زيادة في وصف شدة اليوم ده، وبيان ان هؤلاء الكاذبين دول اللي كذبوا واهملوا وتركوا وغفلوا وازدادت غفلتهم حتى وصلوا للتكذيب، كان هلاكهم على الله يسير. فاما ثمود يلا بقى فاهلكوا بالطاغية. ثمود قوم سيدنا مين؟ قوم سيدنا صالح، اهلكوا بالطاغية، وقع عليهم امر خلاص تجاوزوا الحد فيه يلا. طب واما عاد اللي هم قوم سيدنا هود عليه السلام، فاهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم، ريح شديدة، شديدة البرد، عاتية متجاوزة الحد، هبوبها شديد وباردة، سخرها ربنا سلطها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوم. ويحصل بقى إيه؟ حسم الأمر، استؤصلوا تماما، انتهوا ليه؟ فترى القوم فيها صرعى هلكا كأنهم أعجاز نخل خاوية، تشبيه، شفتوا الحال عامل إيه؟ النخل خلاص بقى خاوي ومات النخل من شدة الريح. يقول لك العلم ان الريح دي كانت تدخل في افواه الكافرين دول المكذبين وتخرج من ادبارهم، وهي داخله بتقطع الاحشاء اللي جوه وتطلع من الدبر، انتهى امرهم خلاص، ذهب القوم دول. وثمود واللي ربنا اهلكهم بالطاغيه، وربنا ذكر ان الطاغيه دي الصاعقه، صواعق اهلكتهم، وعاد اهلكوا بالريح، وربنا وصف الحال دوت حال الريح ان هم وجدوا ايه، انجزوا واللي عملوا والبنيان اللي بنوه والحضاره اللي عملوها. لا، هل سمعت قصه ثمود وعاد؟ طيب ما سمعت وشفت اللي عملوا، هل ترى لهم من باقيه؟ لا والله يا رب، والله لم نرى لهم من باقي، والبيانات والعملات والصواريخ والطيارات وحاملات الطائرات لم نرى ولم نسمع لهم. كل سور القرآن بتقول كده، الناس اللي كانوا من قبلهم، عشان ده العظة، من كان قبلكم كانوا ايه؟ موجودين.